الخارجية للدعم الكامل. ميدانياً، طائرات الهليكوبتر تقصف منطقة رأس العين على الحدود مع تركيا، وتطور أمني في الجولان، ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بأن بلاده سترد بشكل أقصى على أي إطلاق نار جديد من سوريا باتجاه إسرائيل. إسرائيل قطاع غزة، والحكومة الإسرائيلية تهدد بالتصعيد والرد على إطلاق الصواريخ، ووزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن حماس ستدفع ثمنا باهظا وموجعا بعد الموجة الأخيرة من الصواريخ. نتابع النشر بعد الفاصل، ابقوا معنا. من جديد، منافسة حامية في ماراثون بيروت على الرغم من العاصفة، والفوز كان من نصيب أثيوبيا رجالا وسيدات. كدير في كادو عند الرجال، وسيدا كدير عند السيدات. ومصير خيمة الاعتصام أمام منزل الرئيس ميقاتي في طرابلس وصولا إلى الجنوب، فيما أقفل نفق المطار بالاتجاهين لبعض الوقت ليل الأحد نتيجة تكدس المياه بداخله، إلى أن عملت القوى الأمنية والشركة المتعهدة على سحب المياه وإعادة السير إلى طبيعته. الأدوية الفاسدة والخوف من إعادة توزيع الأدوية التي أخفيت في المستودعات بعد طي الملف. لكن بعد الفاصل. أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن إيران بصدد تفكيك موقعها العسكري في برشين المثير للجدل. أمانو وفي مؤتمر صحفي الإيرانية الأمريكية حذرت طهران من أنها سترد بقوة على أي انتهاك أمريكي لمجالها الجوي، بعدما أطلقت طائرتان مقاتلتان إيرانيتان النار على طائرة أمريكية بدون طيار قبل نحو 10 أيام، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الطالبية عن رئيس الحرس الثوري الإيراني. حكمت محكمة جنايات عمان على مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي بالسجن 13 عاما وغرامة مالية قدرها 21 مليون دينار أردني، أي نحو 30 مليون، بالقرار لدى محكمة التمييز. كيف تمكن الـ FBI من كشف علاقة الجنرال ديفيد بيترايوس العاطفية؟ جديدة قد تكون الأسوأ في تاريخها تعيشها هيئة الإذاعة البريطانية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني nbci.com وتواصلوا معنا عبر المواقع التالية تويتر، فيسبوك ويوتيوب. إلى اللقاء. وأهلا بكم إلى هذه النشرة من الNBCI. كأنه كلما ظهر مشهد جامع للبنانيين جاء رد عليه سريعا، فما كاد ينتهي السباق الذي خاضه اللبنانيون جنبا إلى جنب، حتى كان مناصرون للشيخ أحمد الأسير يشتبكون مع مناصرين لحزب الله في محلة التعمير في صيدا، وذلك على خلفية شعارات مؤيدة لحزب الله وأخرى لإحياء ذكرى عاشوراء. يأتي ذلك في ظل تطورين على الجبهة السورية، الأول توصل المعارضة في الدوحة إلى إنشاء الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة، أما التطور الثاني فهو إطلاق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية باتجاه سوريا للمرة الأولى منذ العام 1973، وذلك أثر سقوط قذائف سورية في الجولان المحتل. أما البداية فهي من إشكال صيدا. في التطورات السورية، توصلت المعارضة السورية التي اجتمعت في الدوحة إلى اتفاق على صيغة موحدة لها تحمل اسم الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة.